FM. الكلمة ليك. اليوم نحكيه بعد شوية على حكومة الحبيب السيد وتقييم حزبكم لها، ولكن قبل هذايا اليوم فما مشكلة في الحزب. يظهر لي ولينا سلون الموديل إيطاليان، وقت فما مشكلة في الحزب الحاكم فما مشكلة في البلاد، وقت اللي فما مشكلة في نداء تونس تولي مشكلة في الحكومة كغيمان. اليوم شنو صاير تقريبا في نداء تونس؟ شنو قراءتك لما يحدث من صراعات؟ والله ماذا بيا ما نطولش على نداء تونس، على خطر أنا مستاء جدا أنه نداء تونس يكون موجود في المشهد العام اليوم الإعلامي بالشكل هذا. يعني كان خلينا مشاكل تونس كلها كان واحد حشاكم واللطف عليكم حشا من يسمع واحد قاعد تدار وتتحرق هو يخزر لشيرة أخرى. يعني اليوم مشاكل تونس بالجملة أساسا مشكلة متاع إرهاب كبير، والعمليات تولدت محسوب يومية وكانت دخلت معناها كان في حياتنا العادية. ثم من ناحية أخرى وضع اقتصادي مزري جدا، بلاد اليوم قدامها ذيوبة مضين سنيهم كما يلزم ومستعدين أنهم ينقضوا عليها بعد ما تعبوها بفضل التواطئ متاع برشا قوى والناس كانت في السلطة البارح بركة في الأيام. حكومة تفاهات كانت موجودة في السلطة، الناس اللي خدموا الناس الكل إلا الشعب التونسي. السيد اللي هو مسيو 2% نمو اللي هو اليوم يظهر أنه حاضر في روحه باش يولي حزب، السيد هذا اللي هو يفكرني أنا برشا في مصطفى بن إسماعيل وما ناقصه كان علالة بالزي، والناس اللي تعرف تاريخ تونس تعرف شكون علالة بالزي ومصطفى بن إسماعيل. اليوم البلاد هذه اللي في ظل الحكومة هذيك عملتك القرض كالدين المشين ب6% في بلاد اللي طلع النمو متاحة في عهده هو 2% فقط، كل حد نسخلوها 3 طلع 2. البلاد هذه اليوم لا هي بنداء تونس وكمشة انتهازيين. طبيعي جدا أنه احنا وقت اللي كنا قبل الانتخابات سحسن تتفكر قلنا راهو لن صوتوا لهذم ولن صوتوا لهذم، يا ناس صوت ورقة بيضة راهو انتخابات هذية مغلوطة وراهي الانتخابات هذية مبنية على تعبئة إعلامية وعلى الفراغ وراهو مش ممكن راهو تربح النهضة تونس خاسرة، تربح نداء تونس تونس خاسرة، لأنه هذوما الاثنين وهم حكموا مع بعضهم وهم يحكموا بنفس الطريقة وهم تشوفوا تونس والمشية ما عندهمش برامج. واسمعوا الناس الأخرين، راهي الأحزاب هذه أحزاب فرغة برواقة تعبي، راهي كالشعب تعبي في العباد لكن الفكر ما فيهاش. وتو نحكيهم بعد على روح الفكر شو مثماش وذاك. وانا نعتبر انه باش نسكر القوس تاع نداء تونس لانه ما يعنينيش نداء تونس. وانا ما نحب نقوله على نداء تونس اليوم للسادة اللي يسمعوا فيا هو انه نتصور انه جماعة نداء تونس بعدك الوعود الكل اللي عملوها للتوانسة يظل ضميرهم مرتاح اليوم. تعرف على ضميرهم مرتاحة؟ علاش؟ خاطر ذاكرتهم ضعيفة. وإذا كانت شعب تونسي الكل ضعيف على كل حال احنا انتو كذكرتنا ذكرتنا احنا ونتمناو انه نكونوا موجودين باش نفكروا العباد اللي هالناس هذه ما تستحقش الثقه نتاعهم. الذكرى تنفع المؤمنين على كل حال. تقول انت سي لطفي معناها باش نسكروا القوس هذايا معناها وجهين لعمله واحده، كني ذاك النهضه الزوز ما نجحوش في انه على الاقل اليوم يلبيوا تطلعات الشارع التونسي. يا ولدي تونس شنو اللي فيها اليوم؟ احسن باش ما نصعبوش على العباد يكون حاجة واضحة باش الناس تفهم روحها، خاطر اليوم الناس عصابها تعب على الاخر، المورال متاعها تعب على الاخر وما هيش فاهمة حد شيء. يخرجوا لها في ناس قال شنو سياسيين 90% من الطبقة السياسية لا تصلح للسياسة، 90% واكثر من 90% من الخبراء اللي قاعدين يجيبوا فيهم اقتصاديين لا علاقة لهم بالموضوع. الكلمة ليك.